يعني موسم شاق بالنسبه لنا 2016 و2017، والحمد لله رب العالمين بوجود دفعه مجلس اداره كابتن عمرو السعيد الراجل الرياضي اللي بيساند كره القدم بشكل كبير جدا، قدرنا ان احنا ننهي موسم بالنسبه لنا لو خدنا نبذه كده عن نشاط الكره في 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 نادي الصيد، يمكن من بدايه القاعده تحت اللي انتم شايفينها الشكل الجميل الحضاري اللي احنا شايفينه من ناحيه البراعم والاعمار السنيه. احنا عندنا احمد من بدايه 3 سنوات عندنا حوالي 1200 ولد في مرحله الاكاديميه، وده بيعتبر رقم كبير جدا بالنسبه للاكاديميات على مستوى تملى اول العالم العربي والشرق الاوسط، ويمكن اكتر من الاهلي والزمالك اللي هم بيمثلوا يمكن قطبي الكره المصريه. نادي الصيد بيتفوق عليهم في القاعده بشكل كبير جدا بالنسبه للاكاديميات. الحمد لله عندنا نجوم راح نادي الزمالك السنه اللي فاتت، من ضمنهم طبعا يعني تشرفنا حسن كريم شحاته وكريم عبدون وخالد، دول راحوا نادي الزمالك في مواليد 2003، في 2002 راح منهم ناس، في مواليد برضو 2002 راح منهم جول ولعب في نص الملعب. ده بيدي امل لمستقبل الكوره، ونادي الصيد معروف من زمان يعني اصدقائنا وحبايبنا، يعني مهتمين هم بالاكاديميه وبالناشئين، ونادي الصيد خرج منه لعيبه كتير يعني حازم امام ويعني لعيبه كتير، وطبعا بدعوه من نادي الصيد وكابتن جمال عبد الخالق، كابتن نبيل البحتيتي، مش عايز انسى حد طبعا، نبيل البحتيتي من الناس اللي احنا لعبنا سوا في النادي الاهلي، فطبعا كان لازم اكون موجود واشوف الفرحه كده في عيون الاولاد، وتنظيم رائع وشكل حتى الملابس وحاجه تفرح يعني، ان شاء الله يكون المستقبل زاهر للاولاد دول في الايام الجايه ان شاء الله. هي دي الحقيقه الفعاليات اللي الواحد لابد ان هو يتواجد فيها بصفه مستمره، الفعاليات اكاديميات اللي هي منظمه على اعلى مستوى، اكاديميه نادي الصيد من الاكاديميات المنظمه بشكل جيد جدا، المسؤولين عليها طبعا بدايه من رئاسه الاكاديميه وكل المسؤولين في النشاط الكروي هنا في نادي الصيد بيقوموا بمجهود كبير جدا ومجهود رائع. شايف العدد الضخم اللي انت شايفه ده والعدد الكبير اللي انت شايفه دوت، الحقيقه مجموعه المدربين ومجموعه المسؤولين على تنظيم العمل هنا بيبذلوا اقصى جهد ممكن، وبيطلع بالشكل اللي انت بتشوفه والشكل المطلوب خلال موسم بيبقى موسم من المواسم الشاقه. والحقيقه ان كمان نادي الصيد معروف عنه ان هو بيفرز عناصر جيده كويسه بتدعم كل الانديه اللي موجوده في مصر كلها، يمكن سنه ومن كل سنه بيطلع منها اكتر من عنصر بيغذوا كل الانديه اللي حواليهم. الاكاديميه حلوه طبعا، نادي الصيد بيقدم مساعدات كتير لينا في الاكاديميه، يعني موفر لنا كل حاجه تقدر تخلينا ان احنا نتدرب نبقى احسن. عامه انا طبعا دخلت هنا عشان كان نفسي ان اكيد نادي الصيد في يوم من الايام يطلعني العب في منتخب مصر، طبعا ده حلمي من زمان، وكنت شايفه ان نادي الصيد بما ان انا عضوه فيه فممكن اكيد يوفر لاعضائه حاجات كويسه جدا يعني نقدر نعملها، وتبقى تخلينا نعمل اللي احنا عايزينه في الاخر، لان التمرينات كويسه، الكباتن كويسين، عمرو سعيد موفر لنا حاجات كتير. الاكاديميه حلوه قوي طبعا، وكابتن سامر بيتعب معانا جامد قوي، والحمد لله يعني بنعرف نواظب على التمارين والمذاكره وكده، واحنا طبعا نادي الصيد بيقدم لنا حاجات كتيره قوي، والتمرينات طبعا يعني بتبقى كويسه جدا، ما بنفرقش حاجه عن الولاد كتير، هو الولاد لياقه بدنيه اكتر وكده، بس احنا بنحاول يعني نبقى زيهم. يعني احنا كلنا يعني ليه اكاديميه مدربين كويسين، ويعني بنبسط اللي احنا بنتعامل معاهم وكده، بيفيدونا برده في حاجات يعني، وكمان اللي هو يعني الجو حلو وكده اللي احنا جايين نسلم ميداليات ونتكرم اللي احنا عملناه طول الموسم. هي كويسه وبنتدرب كويس، ومعانا كابتن كويس، كابتن رامي من احسن كباتن الموجودين هنا في الاكاديميه، واحنا الحمد لله خلصنا الموسم ده كويس، خدنا في الدوره وفي الدوري طلعنا في الكوارتر فاينلز، وبندرب كويس وبناخد تمارين ثلاث خميس جمعه سبت، واحنا كلنا نفسنا نحترف ونلعب في المنتخب ونفسنا نبقى زي ميسي ورونالدو. الاكاديميه كويسه قوي، وانا اكيد نفسي ابقى حاجه كويسه لما اكبر، يعني ان شاء الله يعني مستقبلي هيبقى كويس في الكوره، ويعني احنا هنا المدربين كويسين قوي وبيساعدوك مش بيحبطوك،
المهرجان النهارده احنا دايما متعودين في كل ختام كل سنه بيكون في مهرجان لنادي الصيد، والحقيقه الولاد بيبقوا مبسوطين قوي. الحمد لله وجود كابتن احمد نايك، كابتن اسامه نبيل النهارده، كابتن كريم حسن شحاته، وطبعا فناننا الجميل هنيدي. الحقيقه يمكن يعني اعتقد ان الولاد اتبسطوا قوي وكانوا مبسوطين جدا. اتمنى ان شاء الله ان الولاد كمان هنا يكونوا يعني على قدر المسؤوليه الفتره اللي جايه، ولما يشوفوا نفسهم موجودين مع النجوم كده وخلال الموسم بيبذلوا مجهود كبير قوي. انا بتابعهم الحقيقه لان معايا كمان عندي ابني عمر وفريده، حتى رنا بنتي كمان بيتمرنوا في الاكاديميه هنا. الولاد بيبقوا مبسوطين قوي وسعيد ان انتم موجودين النهارده وبتغطوا مهرجانات للولاد. يعني اتمنى ان شاء الله ان يكون من خلال الاكاديميات دي في رصد نجومنا دول. ما تنساش ان حازم امام نجمنا الكبير، اسامه نبيه، هشام حنفي، كل الاسماء دي خرجوا من نادي زي نادي الصيد من الاكاديميات من هنا. اعتقد ان شاء الله الاكاديميات ليها دور كبير الفتره الجايه، واتمنى ان شاء الله انه يعني يكون منهم موجودين نجوم لمنتخباتنا في السنين اللي جايه ان شاء الله. روح بقى لعمر لو تسمح لي اساله بقى، اقول له رايك ايه يا عمر في الاكاديميه؟ لا حلوه، نستمتع مع شبابنا ونلعب كرة حلوه، مستمتعين النهارده ان احنا خدنا ميداليات. اكاديميه نادي الصيد على مستوى عالي جدا جدا، ويمكن الاولى في الشرق الاوسط اللي بتقوم بعمليه تكريم للبرامج وخرجت مواهب كبيره جدا جدا، امثال الكابتن حازم امام وغيره وغيره وغيره. وفي مواهب فعلا في نادي الصيد كويسه جدا، في اهتمام مجلس اداره، في اهتمام لجنه الكوره، في اهتمام من الجهاز الفني بالكابتن ماهر همام. لا ما شاء الله، الله اكبر، يعني حقيقي حقيقي في شغل جامد من اول العامل لحد رئيس الجهاز. تمسك السنه اللي فاتت 2003 في اكتر من لعيب من الفرقه راحوا نادي الزمالك السنه دي، وعلى راسهم حسن شحاته، كان في كريم وفي خالد، دول راحوا نادي الزمالك من عندنا من نادي الصيد. ده دليل ان احنا الاكاديميه بتاعتنا بتفرز لعيبه سنه عن سنه، وان شاء الله مزيد من التقدم للاكاديميه بتاعتنا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. حسن اسالك بقى، اتكلمنا على التجربه بتاعتك، انت كنت واحد من ابناء نادي الصيد وحاليا بتلعب في نادي الزمالك، خلينا نتكلم على التجربه بتاعتك. هي تجربه كويسه طبعا، وانا طالع من نادي الصيد واخر مدرب كان ماسكني كابتن ايمن، وتحسنت هناك طبعا، وهناك احسن، وده نادي الصيد وهناك برضه نادي الزمالك نادي. قول ايه بقى للكابتن ايمن؟ بقول له شكرا ان هو طلعني وخلاني لعيب كويس ورحت نادي الزمالك. كابتن كريم حسن شحاته، زي ما احنا شايفين الاجواء الرائعه في نادي الصيد هنا، اكيد طبعا ده بياكد على الطفره الكبيره بشان نادي الصيد على في مستوى كره القدم يا كابتن. بالظبط يا احمد، يعني دايما احنا متعودين كل سنه هنا في نادي الصيد، انت عارف انا متربي هنا وفي الزمالك، يعني انا كنت ساكن جنب نادي الصيد زمان، فكل سنه بيبقى في ختام للموسم الرياضي بالنسبه لفرق كره القدم، وانا متعود كل سنه نكون موجودين. النادي هنا حلو جدا، الاعضاء بيخدم الاعضاء، ومجموعه من اللاعبين مميزين، يعني كابتن حازم امام طلع من هنا، كابتن اسامه نبيه، كابتن يحيى نبيل، كابتن احمد عبد الله، مودي فضل لاعب الاهلي والمقاولين، فانا نفسي لعبت فتره هنا بس مش مستوى بشكل رسمي يعني. فاجواء حلوه قوي، الاستاذ عمرو السعيد ومجلس الاداره كابتن ماهر همام رئيس قطاع كرة القدم وكده، بيعملوا حفلة بيكرموا فيها الفرق اللي كسبت في البطولات اللي بيشاركوا فيها، فبيبقى أجواء حلوة يعني مع أولياء الأمور ومع الولاد وكده، فيعني بيبقى يوم حلو يعني. شفنا عدد كبير جدا من الموهوبين النهارده بيتم تكريمهم في ختام المهرجان الرياضي لأكاديمية نادي الصيد، في نفس الوقت كمان عرفنا من مدربين نادي الصيد إن بيتم إبراز أكتر من لاعب على مدار الموسم وبينضموا الأندية كبرى. كابتن كريم بالظبط، يعني أنا ابني بدأ هنا من هو صغير، عنده 5 6 سنين ومعاه 2 3 صحابه في الفرقة في زملائه، السنة اللي فاتت سوقوا وراحوا لعبوا في نادي الزمالك يعني، وفي لعيبة بتروح الأهلي وفي لعيبة بتروح إمبي، فلا بيطلعوا فعلا كابتن ماهر همام وكابتن جمال عبد الخالق وكل قطاع الناشئين هنا عاملين شغل كويس جدا مع الفرق، في مواهب كويسه بتطلع، وبصراحه ما بيقفوش قدام مستقبل اي حد. اكاديميه الكره عندنا ممكن تكون من اقدم اكاديميات، كانت فكره الدكتور عمرو المجد استاذ الاكاديميات يعني. النهارده وصلنا 1000 وشويه ولد وبنت، ودي ارقام ما اعتقدش ان في اكاديميه عندها الاعداد دي ولا عندها التاريخ ده ولا السنوات دي. احنا دلوقتي من سنه 93 ما شاء الله، يعني 25 سنه شيء حلو يعني، السنه الجايه يبقى 25 سنه ما شاء الله يعني، ما شاء الله. لكن بالنسبه للولاد اللي بتطلع بيطلع نجوم كويسه بتمثل الانديه كتير وبيلعبوا في الناشئين. السنه اللي فاتت ماشي من عندي 12 ولد من لسه تحت 13 سنه و12 سنه راحوا انديه كبيره زي الزمالك والاهلي وامبي والكلام ده كله، فلا بنقدم حاجه كويسه ان شاء الله، ودايما نقدم حاجه احسن.